الصور التي تبقى في الهاتف ما الحكم هنا؟ بالنسبة للصور التي تكون في الهاتف هي الصور الفوتوغرافية، والصور الفوتوغرافية على حالين، إما أن يصور شيء لا أثر للإنسان فيه وذلك تصوير الإنسان لإنسان آخر، فنقول هذا التصوير الأرجح والأصح في ذلك أنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، ويستثنى من ذلك أحوال إذا نصب تعظيما. إذا نصب تعظيما، ويدخل في ذلك أيضا إذا تحكم بتلك الصورة بشيء من البرامج التي تتحكم في صورة الإنسان، وذلك من تكبيره وتصغيره وتغيير لونه وهيئته ونحو ذلك، فهذا نوع من التحكم في الصورة وتغيير لها، ولهذا نقول تحرمت للتغيير إلا لذاتها.